عارف اشغلهم مش عارف اشغلهم هعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ تعبت وشيت وعلمتهم تعليم عالي والنتيجة بعده بعده كسبوا كلام كسبوا كلام عملوا كسبوا كده حقكم 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 حركوا بقى شوية اتحركوا شوفوا الناس اللي تعبت وشقت والأبهات اللي ظرفت عليهم يجوا يدوروا على الناس ديت يشغلوهم ولا هي مخصوصة لناس معينة في البلد واحد يقول لك كم مليون واكلهم صفرهم بره والتاني يقول لك واكل كم مليون ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ البلد مالها راحت كده مالها راحت بلد انسرقت بلد انسرقت ايوه انسرقت البلد اتسرقت شباب عطلان مش عارف يشتغل علمناهم تعليم عالي وما فيش فايدة مش عارفين نشغلهم كل ما نشغلهم يقول لك لا جيبهم منين؟ شغلهم فين؟ وهو خلاص قاعد على كده وكل يوم التاني نسمع خطاب يحرق الدم ليه؟ يحرق الدم ليه؟ دور على اولادك دور على اولادك وشغلهم ما تسيبهمش بالطريقه ديت حرام حرام تسيبهم بالطريقه ديت